السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي أعزائي، رجعت لكم بحلقة جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم. إنه شلون نساوي الناعم؟ هذا الناعم أكلة شامية طيبة كتير، يعني من الحلويات الحلو اللي بناكله بعد الإفطار بالشام، بعد ما ناكل التسية والفتة والسلطة والكبة وكل الشغلات هاي، نجي وقت الناعم راسك كبيرة عليها دبس تتاكل كتير طيبة، فهي سهلة كتير ما بدها شيء. بدكم أنا معياراتي كاسة طحين مع كاستين مي، تخلطون منيح مع بعضهم، بعدين تخلوهم شوي على جنب مغطيين، بعدين نقلكم خطوة تانية. مشان نساوي الناعم، شايفين شو بحط؟ الخلطة العجينة، بعدين ندورها هيك على نار دون الوسط. هاي هيك حتاخذوا كل العجينة. شايفين هلا طلعتهم المقلاية، نحطهم على بشكيرة بعدين ينشفوا شي يومين ثلاثة. هدول هلا الناعم، هلا بنقليهم بزيت حامي وبناكله على الإفطار إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير. الله يديمه علينا وعليكم بالصحة والعافية والأمن والأمان، بيتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا لقرآننا. هلا بزيت حامي كتير منسقط واحد واحد، عشان تعرفوا الزيت إنه حمي لما لا، بتحطوا شوية خبزة وتشوفوا أساسا تطفي لفوق، هاي معناتها إنه حمي الزيت. فهلا منسقط واحد من الترعات ناعم، ومعنا معلقتين مشان نخليه مفرود. شايف شلون هلا شو بصير؟ بدا بيفرود وبيطلع لفوق. شوف شلون عم بصير؟ يعني ما بياخذ وقت كتير. خلاص على هذا بنطلعه بنحط غيره، نفس الشيء نحط واحد تاني ورأسه بنفرده بالمعلقتين مشان ما يقعد على حاله. رأسه بنطلعه نصفيه من الزيت، بنساوي غيره واحد تاني، يعني ما بياخذ كتير. ها ثواني، خلاص حاشته. كل ما حمي الزيت كل ما بسرعة اكتر بنساوي. هلا اخر واحد بنساوي، بنصفيه بنحطه على محرمة مشان نصفيه من الزيت، نطفي تحت الزيت وبعدوه عن النار. هلا حطينا لهم دبس ناعم والاطيب منه، ان شاء الله جربوه بيتكم يعجبكم. تدعوا لنا ولا تنسونا بالشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عندكم سؤال ابعثوا لي على اليوتيوب.